دكتور، هل امكانيات وزاره الصحه بتوفرها في مستشفياتها لمنع انتقال العدوى من المريض للطبيب كافيه ولا لا؟ مش في كل الاماكن. لازم الدكتور يكون عنده النظاره الواقيه وهو شغال، لازم يكون عنده الماسك الواقي، لازم يكون عنده جوانتيات. بالنسبه بقى للاطباء البشريين لازم يكون في وسائل رعايه اكتر من كده. في الارياف ممكن تلاقي الحاجات دي شبه معدومه او شبه مش موجوده اصلا. احنا بنتكلم على اقنعه مكافحه للفيروسات، دي للاسف مش متوفره في وزاره الصحه خالص، وانا اتحدى وزاره الصحه اللي تطلع اي صوره تثبت ان الدكاتره بتلبس هذه الاقنعه. ان في بروتوكولات لمنع انتشار العدوى، بروتوكولات عالميه، احنا لسه ما وصلناش في مصر الليفل ده. تسمع ان في دكاتره حصل لها اصابه وفي دكتور توفى بسبب اصابه انتقال عدوى، فهو الموضوع عايز يعني يتمنهج من اول وجديد عشان خاطر يمنع انتقال العدوى بالصوره الفظيعه اللي احنا عندنا موجوده في مصر. طبيب جزء حلقه في الموضوع، امكانيات، اداره ومراقبه. في دكاتره احيانا بيستهينوا بالاجراءات اللي المفروض يعملوها وده تقصير في حق نفسهم. ما فيش اي دكتور يعني عارف اي اشتراطات صحيه هيحط نفسه في موقف عدوى او مخاطره للعدوى. الطبيب لازم برضه لازم يتعلم صح، يعني يتعلم الانفكشن كنترول ميجرز صح عشان يقدر يحكم حتى كنترول المكان اللي هو فيه. الطبيب اكثر عرضه من اي حد، لان المريض بيتعرض مره واحده في اليوم، لكن انا بتعرض 50 مره في اليوم. انا في الوحده الصحيه اللي انا شغال فيها يعني ممكن بنوصل لمرحله ان احنا ممكن بنطلع من صندوق المستشفى عشان خاطر نبدا نجيب ماسكات، نجيب يعني جلافز او اي حاجه نشتغل بيها. هي مسؤوليه مشتركه بين وزاره الصحه وبين الدكتور. لو الاطباء فعلا ما بيعملوش كده يبقى انتم مقصرين في شغلكم في ان انتم مش بتفتشوا عليهم.